حمد الله كان طبعا هو العنوان الرئيسي في النصر آخر سنتين، بس العشرين يوم الأخيرة كان محور الحديث. حمد الله راح، حمد الله متى بيجي، حمد الله ما هو براجع، حمد الله راح النادي خليجي، حمد الله زعلان، لا حمد الله بيرجع وبيحسن الأداء والمستوى. حمد الله رجع في التقرير بتاعه. من حاضرة المحيط ومنارة الضوء كانت انطلاقته، أخذ من قلاعها ثباته، ومن فناني خزفها مهاراته، وإلى فارس نجد حضر ليرسم لوحاته، لينقش إبداعاته، ليصدح بكلماته، فتميل الأعناق طربا، وتهيج المشاعر فرحا، وتهدر الأكف تشجيعا، ولسان حال كل عاشق الحمد لله على حمد الله. فكل امرئ يولي الجميل محببه، وكل مكان ينبت العز طيب، والنصر يتعافى بعبد الرزاق، وما دون ذلك لا يعول عليه. صاحب التركة الثقيلة الرقم 9 الذي تشد به ظهرك للأبد، حمله على أكتافه كما فعل الماجد، فطاف به الميادين دون أن يخذلهم أو يحزنهم أو يردهم. ابتعد قليلا فظنوا أنه كسر، ولم يدركوا أن السهم لا بد له من تراجعه لينطلق أبعد مما يمكنك استيعابه. غريب هذا القناص، كيف بإمكانه أن يغير مجرى الأيام ويحقق الأحلام؟ يتكئ العازف برأسه على أوتاره منسجما معها، ينغمس فيها ويتلاشى العالم من حوله، وكذلك يفعل عبد الرزاق مع نصره، فكلاهما متصل بأوتار القلب، مشدود إلى ضلعه، مستند على روحه. بدر فايز.